رح نتابع محطاتنا ورح ننتقل لحتى نشوف افلام موجوده حاليا بصالات السينما، وايضا في عدد كبير من الافلام بقى مدعيكم تروحوا تشوفوها. هلا بلشت الشتويه، خلينا نشوف البعض منا بالسينما. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. With thriller Blade Runner 2049. عن بليد رانر شاب بيكتشف سر مدفون من زمان ممكن يوصله لملاحقة بليد رانر سابق مختفي من 30 سنة، مع هاريسون فورد، رايان غوزلينج وروبن رايت. Your story isn't over yet. There's still a page left. لقد أصبح الفلسطينيون بسبب انحرافات قيادتهم مرفوضين في كل نقطة. الفيلم اللبناني القضية رقم 23 أو The Insult، عن إشكال بيخلق بين رجل مسيحي ورجل فلسطيني ببيروت وبيولد قضية كبيرة بالمحكمة وضجة إعلامية كبيرة. بطولة عادل كرم، كميل سلامة، ريتا حايك، ديامان أبو عبود، والممثل الفلسطيني كامل الباشا اللي حصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان فينيس السينمائي. الفيلم من إخراج زياد دويري وكتابته بالاشتراك مع جوال توما، وهو المرشح الرسمي للبنان لجوائز الأوسكار. انت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. فيلم الأكشن Kingsman 2 The Golden Circle، وقت اللي بيتم تدمير مراكزهم الرئيسية وبيتم وضع اليد على علمهم الخاص، تبدأ رحلة الكينغزمان لاكتشاف منظمة جاسوسية حليفة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبيبدأ التعاون بينهم للقضاء على عدو مشترك، مع تارون أجرتون، جوليان مور، كولين فيرث، شانينغ تاتم، إلتون جون وكتير غيرهم. Oh my God. مثل ما قلت لكم الافلام عديده، يعني اكيد الافلام اللبنانيه وعلى راسها قضيه رقم 23 او دي انسلت للمخرج زياد دويري اللي صار مكسر ارقام قياسيه عديده كبيره كثير بالصالات اللبنانيه، وايضا في افلام كثير مع نجوم كبار من هوليوود مثل ذا فورينر مع جاكي تشان وايضا مع النجم الكبير بيرس بروستن، بالاضافه ايضا الى بليد 2049 اللي عم ينعرض حاليا واللي كثير من الاشخاص كانوا بانتظاره، ايضا مع رايان غوزلينج ومع هاريسون فورد. رح نتابع محطاتنا وننتقل هلا لعند الشيف ماريو ورشه ملح. موجود مشاهدينا، مثل ما قلنا اليوم حلقتنا كانت عن الكوكيز يلي هن موجودين هونيك، وعن الدوناتس. الدوناتس مثل ما قلت لكم من شوي، عجننا حطينا الطحين بقلب المكنه ورجعنا حطينا السكر والخميره الحليب والمي مع بعضهم، تركناهم تقريبا حوالي دقيقتين لثلاثه كرمال الخميره تبلش تشتغل، رجعنا حطيناهم فوق الطحين وضربناها على سرعة خفيفة، رجعنا حطينا الزبدة. الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة مثل ما قلنا لتكون شوي سائلة منا جامدة، وآخر شيء سقطنا البيض. هلأ مثل ما قلت لكم العجين مثل ما بتعرفوا بالإجمال أوقات بياخد مي قليل أوقات بياخد مي شوي كتير، فهلأ أنا هيدي العجينة أخذت مي على القد وصار عندي هيدي العجينه مثل ما شايفين عجينه ناعمه. اوكي، وهلا انا هيدي العجينه بدي ريحها. هي بالاجمال العجينه بدها تتريح بحدود النص ساعه ماكسيموم. نرجع بنرقها وبنعملها بنقطعها بالمقاطع وبنرجع بنقليها دغري بالزيت. الزيت عنا انا هلا حاطه على درجه حراره خفيفه لحتى لا يحمى عندي. بدي اقول لكم شوي عن الحشوه الكريم باتيسير
الكريم باتيير يلي بدي احشي فيها الدوناتس. مثل ما قلت لكم اليوم بدي اعمل انا نوعين دوناتس، نوع واحد هو محشي كريم باتيير شوكولا وفانيل، ونوع واحد ملتوت بسكر وقرفه. هلا الكريم باتيير هي عباره عن حليب سائل، بنحط له 180 جرام سكر، بنحطهم على النار ببول لحال. فينا نستعمل بيض يلي هي 4 بيضات، وفينا نستعمل 200 جرام صفار، يعني ما نقول تقريبا الصفار بيطلع 20 جرام. بنحط معهم 60 جرام نشا و40 جرام كاستر يلي موجود بالسوبر ماركت. اول ما يغلي الحليب بنكون نحن خلطين السكر والبيض والنشا والكاستر. اول ما يغلي عنا الحليب نكسره شوي فوق البيض، خليط البيض والنشا، بنرجع بنسقطه فوق الحليب وبنحركه على النار، تكون نار هاديه جدا لحتى لا يصير عندنا هذا الخليط يلي هون موجود لونه اصفر. اوكي، وفي عندنا شوكولا، فينا نشيل كميه من الكريم باتيير ونحط فيها شوكولا حيلا نوع اللي بدنا اياه. هلا الزيت هون عندي حاضر، انا حعليله الحراره. هون عندي العجينه، هالعجينه مثل ما قلنا بدنا نريحها تقريبا بحدود النص ساعه، بعدين منرش طحين على الطاوله. مثل ما شايفين العجينه ناعمه، بنحط لها طحين وبدنا الرقة. بدنا الرقة على سماكة تقريبا 2 لـ 3 سم، لأنه على بالمقلاية بدها ترجع ترفخ. تقريبا أنا عندي هيدي العجينة هون صارت جاهزة. مثل ما شايفين السماكة مش كتير، تقريبا بحدود 2 سم. نرجع نجيب المقطع، نعمل مثل روندلات. فينا نعمل الأشكال يلي نحنا بدنا إياها مثل ما بدكم. أوكي، وهودي بنحطهم على جنب. هلا العجينة الباقي ما بنرجع نشتغل فيها لأنه مش رح يمشي حالها لأنها تعبت، فمنحطها على جنب وناخد عجينة تانية. أنا عم بشتغل كمية صغيرة لفرجيكم كيف لازم تكون. مثل ما برجع بعيد الأشكال مثل ما نحن بدنا، فينا نعملهم كبار فينا نعملهم صغار، هذا الشيء بعود لألكون أنتو. هالعجينة هون مثل ما قلنا بدنا نريحها تقريبا نص ساعة. اوكي، هيدي السماكة كتير منيحة. وهلأ بدنا نروح لبريك، وبعد البريك بنشوف كيف بدنا نقليهم ونقدمهم.